أنواع الخلايا العصبية، حيث يمكن تصنيف الخلايا العصبية طبقاً لوظائفها ومن حيث وجود غشاء الميلين أو عدم وجوده، وكذلك من حيث القطبية. أولاً، تصنيف الخلايا طبقاً لوظائفها، فتوجد ثلاثة أنواع من الخلايا العصبية هي: 1. الوارد، وهو ناقل نحو المركز العصبي. 2. الوسط. 3. الصادر، خارج من المركز العصبي. ثانياً، تصنيف الخلايا العصبية من حيث وجود غشاء ميليني من عدمه، فتوجد خلايا عصبية ذات غشاء ميليني وأخرى ليس لها غشاء ميليني. ثالثاً، الخلايا العصبية من حيث القطبية، فتوجد خلايا عصبية لها أحادية القطب وأخرى ثنائية القطب وخلايا عصبية متعددة الأقطاب. والآن ندرس هذه الأنواع بالتفصيل. فإذا أمكن جعل جسم الإنسان شفافاً، نستطيع أن نرى الجهاز العصبي بداخله، والمخ يعتبر أكثر الأجزاء حيوية في الجهاز العصبي. وبداخل المخ يمكننا أن نرى شبكة عمل من الخلايا العصبية التي تحمل نبضات من جزء إلى جزء آخر في المخ. وإذا أمعنا النظر في بناء الخلايا العصبية، لرأينا أن بعض الخلايا العصبية أحادية القطب تحتوي على جسم الخلية السيتون، والتي تقع في مركز الخلية العصبية أو محورها العصبي. وزوائد الخلية العصبية تنشأ من قطب واحد، وإذا تحركنا من خلال شبكة الخلايا العصبية يمكن أن نرى نوعا آخر من الخلايا العصبية، والذي يحتوي أيضا على جسم الخلية السيتون، وقطبان أحدهما يخرج من محور الخلية العصبية والآخر يخرج من زوائد الخلية العصبية. وهذا النوع من الخلايا العصبية يسمى الخلية العصبية الثنائية القطب. والنوع الثالث من الخلايا العصبية هو الخلايا العصبية متعددة الأقطاب، لديها السيتون جسم الخلية وذيل طويل مثل محور الخلية العصبية، ويتفرع من السيتون جسم الخلية أعداد هائلة من الزوائد، ونراها منتشرة في اتجاهات مختلفة. والآن إذا نظرنا إلى محور الخلية العصبية، سوف نرى أن هذا المحور يقع في المركز ومغطى بطبقات مركزة من مادة الميلين، والطبقة الخارجية من الغشاء الميليني به خلية شوان واحدة. وهذا النوع من الخلايا يسمى الخلية العصبية الميلينية. وهناك بعض الخلايا العصبية خالية من غشاء الميلين، وهي خلايا عصبية غير ميلينية. وعند ملاحظة نبضات العصب المتحركة خلال الخلية العصبية الميلينية والخلية العصبية الغير ميلينية في وقت واحد، نلاحظ أن الخلايا العصبية الميلينية توصل نبضات أسرع من الخلايا العصبية عديمة الغشاء الميليني، أي الغير ميلينية. والآن سنلقي نظرة على الجزء الخاص بالحبل الشوكي على طول المستقبل والمستجيب. فالقطاع الجلدي يتخذ كمستقبل، والعضلات المخططة كمستجيب، والخلية العصبية العصب التي تصل الجلد بالحبل الشوكي تسمى الخلية العصبية الحسية أحادية القطب، وتسمى أيضا الخلية العصبية الموردة. ونرى بداخل الحبل الشوكي خلية عصبية داخلية، وهي ثنائية القطب وبها زوائد ومحور عصبي. والخلية العصبية التي تصل المستجيب بالحبل الشوكي تسمى خلية عصبية حركية أو خلية عصبية صادرة. وعندما يحدث مؤثر معين كالحرارة ويصل إلى مستقبلات الجلد، فينتقل هذا المؤثر إلى الخلية العصبية الحسية، وتسمى هذه العملية بالإحساس.
والخلية العصبية الداخلية بالحمل الشوكي تتعامل أو تتلقى هذا المؤثر، وتسمى هذه العملية بالاستجابة. ثم ترسل الخلية العصبية الداخلية نبضة من خلال الخلية العصبية الحركية للمستجيب، وهذا يعرف برد الفعل.